وللتوقف عند هذا الموضوع وإضافة إلى موضوع اجتماع مجلس محافظة الأنبار، معنا عبر الهاتف السيد عيد الكربولي عضو مجلس محافظة الأنبار. مرحبا بك سيد عيد. بداية حدثنا عن اجتماع أعضاء مجلس محافظة الأنبار في البرلمان، ويعني ماذا نتج عن هذا الاجتماع، ولماذا هذا التوقيت يعني بالذات في الوقت الذي سيعلن فيه عن انطلاق معركة تحرير الأنبار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا بك مشاهدي قناة الزوج الكرام. كان هناك اليوم اجتماع في بغداد ومؤتمر في بغداد، شعار المؤتمر داعش وما بعد داعش، بحضور السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس البرلمان العراقي والوزراء وسفراء الدول والمحافظين وأعضاء مجلس محافظات وأعضاء البرلمان العراقي. وحقيقة تم مناقشة موضوع داعش حاليا وما هي الخطط والخطوات التي ستتبع من اجل التحرير، وبعد ذلك هي صفحه ما بعد داعش، ماذا سينجم عنها من اعاده اعمار، من اعاده البنى التحتيه للمدن، من اعاده تسكين المهجرين واعادتهم الى مناطق سكنهم. كل هذا تم مناقشته اليوم في هذا المؤتمر، ونامل ان تكون يعني هناك كانت توصيات في المؤتمر بضروره فتح قنوات مع العالم من اجل المساعدة في إعادة إعمار المدن. كما تعلمون اليوم الأنبار إذا بضحينا على الموازنات المحلية وموازنات الدولة العراقية، ربما يعني عشرات السنين لن تعود الأنبار كما كانت، لأن البنى التحتية تكاد تكون مدمرة بالكامل. فإذا تحتاج إلى مشروع، نحن قلنا كمشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية الذي قام بإعادة إعمار أوروبا بالكامل، فنحتاج بهذا. وهناك توصيات وهناك لجان انبثقت على هذا المؤتمر وستقوم بالتجوال. طيب، في دول سيد العالم عيد، ماذا عن موضوع التعزيزات يعني للقوات المشتركة التي وصلت إلى المحافظة لمسك الأرض بعد استعادتها من تنظيم داعش، خاصة بعد استعادة منطقة التأميم، ويعني هي منطقة استراتيجية؟ نعم، كما تعلمون هناك لدينا 17,000 شرطي في أفواج الطوارئ التي تحولت من أفواج تحولت الى افواج قتاليه، وهناك لدينا 9,000 متطوع. كل هؤلاء تم تدريبهم وتجهيزهم بالسلاح والعتاد لغرض مسك الارض بعد التحرير. فعلا تم تحريك اليوم فوج من هذه الافواج الى منطقه التاميم لغرض مسك الارض، ومن ثم تنطلق القوات المحرره الى مناطق اخرى الى قلب الرمادي من اجل التحرير ويعني مسك الارض. بعد ذلك يتم تجهيز افواج اخرى لغرض مسك الارض في مناطق الرمادي في حاله التحرير. وهذا طبعا سياق معمول به، وهذا هو توجيهات القياده، ومنذ اشهر يعد بهذا مثل هذا الامر. نعم، يعني باعتبار ان المرحله القادمه هي مرحله تحرير الرمادي، برايك الى اي مدى القوات يعني التي تحشد هي قادره على ان تحرر الرمادي، وكم تتوقع من الوقت حتى تتم هذه العمليه اذا تمت؟ حقيقة لدينا اليوم أعداد كبيرة من القوات الأمنية المحيطة بالرمادي، من الشرطة الذهبية والتدخل السريع والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وأبناء العشائر والجيش العراقي، كل هؤلاء الفعاليات متواجدة اليوم في محيط الرمادي. ربما يعني اليوم الفرصة مهيئة جدا لإعادة تحرير الرمادي وإعادتها إلى حضرة العراق، وربما هذه لا تستغرق سوى أيام قليلة فقط، تحتاج إلى قرار بالدخول، وهذا القرار كما تعلمون بيد السيد القائد العام فؤاد المسلح. نعم، شكرا لك سيد عيد الكربولي عضو مجلس محافظة الأنبار، كنت معنا عبر الهاتف.